أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة المباشرة من حملة حن عمرها التي بدأت الآن والتي أطلقتها بلدية غزة من أمام برج الشروق المدمر لتنظيف شوارع قطاع غزة مما خلفته الحرب من دمار ومن فوضى كبيرة أمام كل مكان تم قصفه خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي استمرت 11 يوما وخلفت خسائر كبيرة في الأرواح وفي المباني. الصورة الآن من المكان تعج بالمتطوعين الذين يحمل كل واحد منهم مكنسته وينطلق في هذا المكان لتنظيفه، وهذا ضمن الحملة التي أطلقها الشبان أو أطلقتها بلدية غزة بمبادرة حن عمرها. الحملة تضم الآن كما نرى عددا كبيرا من المواطنين، الشابات والشبان المتطوعين ومن كل الفئات العمرية. هناك مشاركة الآن نستطيع أن نراها في المكان قدمت بشكل كبير إلى المنطقة بهدف الانضمام إلى المتطوعين الذين يعملون في هذه الحملة، حملة حن عمرها التي انطلقت من أمام برج الشروق الذي كان واحد من الأبراج الأربعة التي هدمتها إسرائيل خلال عدوانها على قطاع غزة، بادئة ببرج هنادي ثم برج الشروق وبرج الجوهرة وأيضا برج الجلاء. هذه الأبراج عندما دمرت حملت خرابا كبيرا وسببت خرابا ودمارا كبيرا في المكان المحيط به. الفتيات يعملن والشبان كبار السن والصغار، ربما نحاول أن نتحدث مع أحد المتطوعين في هذه الحملة. يعطيك العافية. أنا اسمي أمل الحاج أحمد، رئيس قسم الإرشاد السلوكي وبناء القدرات في إدارة الصحة والبيئة بلدية غزة. إحنا اليوم موجودين للمشاركة بالحملة اللي أطلقتها بلدية غزة حن عمرها. هذه حملة تقريبا يمكن أكبر حملة وطنية انطلقت على خلال الأعوام الماضية، لأنه حجم الحدث وحجم الهول كبير جدا، بتطلب منا انه كلنا تتضافر الجهود، سواء كانوا اسر، رجال، نساء، اطفال، مؤسسات، بكل الالوان. احنا موجودين هون لنشارك باكبر حمله وطنيه عشان ترجع غزه تكون اجمل ان شاء الله، وحنعمرها ان شاء الله. احنا في موجودين العمال البلديه ما توانوا ابدا، سواء كان بشبكات توصيل المي للمواطنين، سواء كان بموضوع ترحيل النفايات من الاحياء داخل الاحياء. بتعرفوا ظروف كورونا كانت كتير صعبة وإجت الحرب كملت، لكن البلدية كانت متواجدة. اليوم الدعوة مفتوحة أمام كل المؤسسات للمشاركة بهذه الحملة الضخمة ومدتها أسبوع بأي شكل من الأشكال اللي بيرتقيها المواطن مناسبة. مواردنا كتير كتير طيبة، مواردنا كتير زخمة. إن شاء الله غزة على تتالي الحروب هي قادرة إنها تكون أجمل من الأول إن شاء الله. شكرك جزيلا. ومن حديثنا مع الجهات المنظمة سنذهب للحديث مع المتطوعين في المكان. يعطيك العافية. عارفين ديما يا أخي ليه جاية اليوم؟ ديما عشان ننظف الشوارع يعني ونعمرها. لا بكفي الصور، هي أول مرة أشوفه. ايش الواحد يحكي؟ تدمرت، كلنا تدمرنا نفس كثير. بعدين هذا اكثر مكان دائما بنروح وحيوي، دمروه هيك بسهوله. بس انت مشاركه بحن عمرها، بتتعمر ثاني ان شاء الله على امل يعني، ولا كيف بدنا نعيش؟ لازم نعمرها. ليه حاسه انه انت وجودك هنا مهم اليوم؟ شو الدور اللي بدك تعمليه؟ انظف واحس اني بساعد ولو شوي. الدور اللي بتقدري عليه اللي بقدر عليه.
شكرا لك ديما، وهي واحدة من المتطوعات في هذه الحملة التي تنطلق بمشاركة عدد كبير من المتطوعين من كل الأعمار. المكان يكتظ بهم، يعملون بجد منذ بدء انطلاق هذه الحملة. هم نيابة عن جهات ومؤسسات في القطاع تعمل على أن تكون حاضرة هنا في هذه الحملة. ربما نتحدث مع أحد الشبان المشاركين. يعطيك العافية، عرفنا عليك. عبد العزيز حمدان. عبد العزيز حمدان. جيت اليوم عشان أشارك في مبادرة حنعمرها. مبادرة حنعمرها اللي هي بتهدف لأنه نعمر الشوارع والمباني اللي تدمرت وتضررت جراء القصف الصهيوني الغاشم في الحرب على غزة. اليوم في رسالة، احنا بنوجه رسالة لكل الناس، لكل الشباب في قطاع غزة، بأنهم يشاركوا في تصليح الشوارع، يساعدوا البلدية، يساعدوا الجهات المختصة في تصليح الشوارع. وفي رسالة تانية بأنه إحنا الشباب قادرين على أن نعمر أي شيء بخربوا الاحتلال. هم يخربوا زي هيك وإحنا بنصلح، يعني ما في أي مشكلة وإحنا صامدين. أيوة أكيد لأنه في النهاية يعني هذه معركة طويلة، يعني مش يوم ولا يومين، يعني طول حياتنا راح نضلنا نقاتل من أجل القدس ومن أجل فلسطين. فبالتالي أكيد في خراب كتير راح يكون وفي دمار كتير، فبالتالي إحنا جاهزين لنصلح أي شيء وجاهزين لنتصدر الاحتلال في نفس الوقت كمان. أكيد طبعا، كله هذه مقاومة، هذه مقاومة، هذه نوع من أنواع المقاومة. أكيد طبعا ممكن سايها اليوم هاي بتضبط في الشارع، حترجعوا زي ما كان قبل أحسن. نتركك لتكمل عملك الذي يرى فيه عملا ساميا ويراه تصنيفا من تصانيف المقاومة وشكلا جديدا من أشكالها. يقول بأن لإسرائيل أن تبقى تخرب في قطاع غزة كما تشاء، ولهم أن يعمروه كما أرادوا بعد كل عدوان تشنه على القطاع. الآن دخان أو غبار ودخان النظافة في المكان الذي امتلأ سابقا بكل الفوضى التي أحدثتها إسرائيل. هذه هي الصورة المليئة بالمتطوعين وبالشبان العاملين في تنظيف الشارع وتنظيف هذه المنطقة التي هي واحدة من أكثر مناطق القطاع حيوية والتي دمرتها إسرائيل بهجومها على قطاع غزة وعلى الأبراج السكنية. واحدة من المتطوعات معنا الآن، يعطيك العافية، عارفين عليك. يعطيك العافية، أنا ملاكس. أنا ملاك السكني، أنا ملاك السكني، خرجت قانون ومن سكان مدينة غزة. مظبوط، لسه مش مزاولة بس. أكيد أكيد، إحنا الشباب إذا الأمل فينا بعد اللي صار ببلدنا، والواحد حس بالعجز بالفترة الماضية، مش قادر، مش عارف شو بدي يعمل، كيف ممكن يساهم في إنه يسترجع البلد كيف ما كانت. الواحد انقهر على اللي صار فيها، انقهر. جيت مبارح وتوجعت كتير، بالذات أول ما فتت شارع الوحدة، وكان اليوم الأول لبيوت العزاء في عائلة أشكنتنا الكولا، عائلة أبو العوف. إشي موجع صراحة، فالواحد هذا أقل إشي ممكن يعمله. الواحد حس بالمسؤولية بزيادة بعد ما شاف وجع العالم. فإيد بإيد منحاول نعمرها قدر الإمكان، الوجع بيضلوا بالقلب، والبلد منحاول نعمرها ونرجعها مثل الأول، وإن شاء الله أحسن كمان. أكيد أكيد، لو بمكنسة، إيد على إيد بتعمر وبتبني. مكنسة هي بتمهد الطريق للبنى وللعمار، بتشيل الردم، بتشيل كل الذكريات السيئة إن شاء الله. شكرا لك، شكرا على هذه الطاقة الإيجابية التي يحاول بها أهالي قطاع غزة محاربة كل اليأس والإحباط الذي عاشوه خلال هذين أو خلال هذه الأيام الفائتة، وخلال يوم أمس الذي حمل لكل من خرج من بيته وأتى إلى قلب مدينة غزة، كل حمل كما كبيرا من الإحباط واليأس بعد أن رأوا حجم الدمار الذي خلفته الطائرات الإسرائيلية في المكان. لكنهم بحسبهم يشعرون بالمسؤولية التي تلزمهم بالمشاركة في هذه الحملة التطوعية والتواجد هنا، أملاً أن يعمروها من جديد. إذن مشاهدين الكرام، الصورة في المكان على الرغم من كم الدمار الكبير فيها، إلا أنها تحمل أملاً
ورغبة ملحة بالحياة وبالانتصار على اليأس الذي تسعى الطائرات الإسرائيلية دائما أن تزرعه في قلوب الفلسطينيين، ولكنهم في كل مرة يحاولوا أن يثبتوا بأن لا يأس يتمكن منهم. صحيح أن إسرائيل تسعى لفرضه على الأرض، ولكنهم بالأمل والإيجابية يسعون لمحاربته وتغييبه عن المشهد. إذا مشاهدينا الكرام، من حملة حن عمرها كنا معكم في هذه الصورة، والتي انطلقت من أمام برج الشروق في مدينة غزة، أطلقتها بلدية غزة، وستستمر لمدة أسبوع في محاولة منها لإعادة المشهد الجمالي ولو كان بجزء بسيط إلى شوارع قطاع غزة. شكرا جزيلا لكم على المتابعة، ودمتم في أمان الله.